نظم عدد من رجال الدين والمواطنين المسيحيين في نينوى وقفة داخل إحدى الكنائس احتجاجا على قيام شخص سرياني عراقي مقيم في السويد يدعى سلوان موميكا بحرق القرآن، مستنكرين هذا الفعل المشين ومؤكدين على وحدة الصف في كل ربوع البلاد. طبعا اليوم كان عندنا قداس إلهي، كل أحد نقدم الذبيحة إلهية، وكذلك كانت وقفة تضامنية لهذا الفعل اللي مثل ما ظهر بالمواقع التواصل الاجتماعي أحد أفراد الذي قام بحرق القرآن الكريم، ونريد يعني نقول بأنه هذا لا يمثل الديانة المسيحية، كون الديانة المسيحية هي ديانة التسامح والمحبة وتقبل الأديان الأخرى. احنا ندين ونجب هذا العمل الجبان اللي اقترف هذا الشخص بدولة السويد، واللي قام بإحراق كتاب القرآن، ونأمل من الحكومة انه من الحكومات كافة انه يحطون قوانين تحمي كافة افكار الافراد ومعتقداتهم وديانتهم. والصداقة الموجودة بيناتنا ما يفرقنا اي عدو، وما حصل اليوم هو ايضا قمنا بوقفة احتجاجية لما حدث قبل ايام في السويد من تصرف شخصي لشخص هو يعني يقدم نفسه بأنه ملحد، وهو عراقي وهو من المنطقة، فإحنا نرفض هذا الشيء ونرفض ونشجب أي عمل يهين ويشين الرموز الدينية وخاصة القرآن الكريم اللي هو حقيقة يحرق الورقة، بس ما يفكر هذا الإنسان بأنه جرح مشاعر الملايين وأكثر من مليار ونص بشر من العالم ومسيحيين. أنا شخصيا شعرت بإهانة ضدي، لأن أي إهانة للدين آخر هو إهانة للباقين.